الفرق الكبيره لما بتكسب 2-0 الشوط الاول ما بتعتمدش على اي حاجه الا انها تحافظ على المكسب ده وتزوده يعني. بس شايفين صوره كابتن محمود الخطيب مع اللعيبه والجهاز الفني وبيهنيهم بالفوز على الوداد، يعني اكيد اداهم دفعه معنويه كبيره زي ما احنا قلنا، وكان وجوده برضه اكيد ليه اثر ايجابي على تحمل اللعيبه للمسؤوليه. مفيش اجمل من اللحظات دي انك انت تقدر تقدر تقف وسط لعيبتك وتقدر مدربك يبقى فرحان بيك كمان ومجلس ادارتك وكل حاجه. ف الحقيقه الف مبروك، مجهود كبير قوي وتوج توج الحقيقه بمكسب مهم يعني. واكيد اكيد طبعا ممكن يكون من ضمن الكلام اللي قاله الكابتن محمود ان هو دي مباراه وعدت وفي شوط تاني كمان عندنا بالقاهره ممكن نحتفل النهارده، ولكن لم تنتهي المباراه بعد. لسه لا، ما فيش انتهاء. علاء مايوب بيقول لك كنا بنلاعب فرقه في الصومال ضاغطين عليها هناك ونكسب، فاكر انت؟ اشغال الصومال. اشغال الصومال. جينا هنا في مصر يا ايمن انا اتعورت 1-0 مش عارف، كسبنا 1-0 بجول علاء فاخر دانيا وطارق ابو زيد كان في ضربه جزاء ضيعها كمان قبل الماتش ما يخلص بخمس دقايق، فالكوره مالهاش عزيز يعني غير المجهود. بص صوره الكابتن محمود برده مع كل الموجودين. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه يعني. حاجه هي ده حسين الشحات ولا اخوه ده؟ ده حسين الشحات. وكهربا مع الكابتن الخطيب. ان شاء الله يكون لي حظ ويشارك في المباراه هنا يعني. باذن الله رب العالمين. كابتن سيد عايز نمره كابتن الخطيب. كابتن سيد مع الكابتن الخطيب برضو. يعني وجود الكابتن الخطيب يعني قيمه كبيره مع اللعيبه ومع الجهاز الفني اكيد اكيد يعني ده اكيد كان ليه اثر ايجابي كبير جدا على اداء اللاعبين في الملعب. حاجه تشرف يعني. طبعا حاجه تشرف جدا. حسين اتصور مرتين، واخد بالك انت يا كابتن؟ حسين ده اخوه باين. ده اخوه مسافر. ده الف مبروك بجد يعني. ان شاء الله تكرر في النهائي باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. باذن الله. طيب كابتن عادل.